بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعلا هو يوم فرح، يوم فرح عظيم، الفرح بفتح بيت من بيوت الله. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بفتح عدد مهم من المساجد في مجموع المملكة، ونسأل الله تعالى أن ييسر فتح المساجد المتبقية إن شاء الله تعالى، لكي تكون الفرحة فرحة عامة في بلادنا المغرب جميعا. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الصلاة في بيوت الله، وأن يرفع هذا البلاء عن جميع الأمة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نعم الله عز وجل على العبد قسمان: نعم دينية ونعم دنيوية. وأجل النعم النعم الدينية، ومن تلك النعم الدينية العظيمة شهود المسجد وشهود صلاة الجماعة، بحيث يأتي الإنسان ضيفا على خالقه سبحانه، وعادة المضيف أن يكرم ضيوفه، وربنا عز وجل هو أكرم الأكرمين، فما ظنكم بضيافته؟ فلذلك هو سبحانه يكرم عباده الذين وفدوا إليه يزورونه في بيته، فيكرمهم بأنواع من المكارم وأنواع من الخيرات وأنواع من الفضائل. هذا الوباء الذي ابتليت به البشرية كان من آثاره أن حرم الناس من بيوت الله عز وجل مدة طويلة، وها قد يسر الله عز وجل وبدأت تفتح المساجد، ومن الله عز وجل علينا هذا اليوم، فتح مسجد السنة، مسجد قريب من أهل الحي، يشهده بعض الناس الذين كان يتعذر عليهم أن يتنقلوا إلى مساجد أخرى بعيدة. فلربنا الحمد والمنة على هذا الفضل، وعلى أن بدأت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي كما يقال. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها. السلام عليكم. هذه نعمة من الله، كنا مشتاقين لهذا البيت الذي أحرمنا الله منه مدة ما يتعدى على سنة عام ونصف، والحمد لله جاء الفرج. الحمد لله احنا مسرورين فرحين لله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحت اليوم حيت تفتح مسجد ديال السنه وجيت نصلي فيه اليوم، ففرحت بزاف من حلو حيت شعل هذا المحل اللي بدا كورونا اللي بدا كوفيد، وفرحت اليوم حيت جاو فتحوا لينا باش نصليو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فأود أولا أن أحمد الله حمدا كثيرا أن يسر لنا هذا الفتح، والذي أسميه فتحا عظيما أن يسر لنا فتح هذا المسجد الذي بصراحة لطالما اشتقنا إلى هذا الفتح والعودة إلى هذا المسجد للصلاة فيه وعودة المصلين. فهذا المسجد هو عبارة عن المسجد الذي لطالما كنت أحبه حبا كثيرا، لأني كبرت فيه ودرست فيه وقرأت فيه القرآن. الحمد لله الذي من علينا بفتح هذا المسجد بعد الإغلاق الذي دام أكثر من سنة. حمد الله وشكره سبحانه وتعالى، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء، وكذلك نشكر كل الإخوان الذين ساهموا في نظافة المسجد وفي صباغة الجدران، ونضافوا في ساهموا في كل شيء يتعلق بالترتيبات والإجراءات الاحترازية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا هذه النعمة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحان حجيت نصلي في صلاة السنة في صلاة الظهر. الحمد لله على افتتاح المسجد، فصراحة وحشنا بزاف. اللهم لك الحمد المسجد حل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
حتى نقيم فيها الصلاة في أوقاتها بخشوع وخضوع وركوع وسجود، كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فأسمع الوضوء ثم استقبلي قبلة، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فحتى تستوي جالسا، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، وهي إعادة افتتاح مسجد السنة من جديد بعد أن أغلق بسبب الوباء لهذه المدة الطويلة، أكثر من سنة. فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر اللجنة القائمة على المسجد التي قامت بتنظيفه يعني أيام عديدة خلال هذه الأيام الأخيرة والأسبوع الأخير، قامت بتنظيفه أكثر من مرة استعدادا لهذا الافتتاح من جديد. وأشكر كذلك الإخوة الذين قاموا بإعادة صباغة المسجد يعني من الخارج صباغة كاملة الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع جهودهم وأن يوفقنا لشكر هذه النعمة العظيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمه العديدة. وبهذه المناسبة الكريمة، هذه المناسبة الغالية، أشكر جميع القائمين على المسجد، وأشكر رواد المسجد الذين فرحوا فرحا شديدا بهذا الافتتاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.